كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا يا كريم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيد الماء والوفاء باب الحوائج أبي الفضل العباس. السلام على سيدي ومولاي كريم أهل البيت الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ثم السلام عليكم أيها المحتفلون الكرام ورحمة الله وبركاته. باسم أهالي كربلاء وبالتعاون مع الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، نرحب بكم جميعاً في هذا الحفل المبارك المنعقد إذاناً وابتهاجاً بولادة مولانا كريم أهل البيت الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجهد المبارك الذي نستهله بما قاله مولانا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. نعم سادة الأفاضل، هذا الجهد المبارك منا ومنكم جميعا نضعه بين يدي مولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولسان الحال يقول: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. من هدي القرآن الكريم وبين يدي خادم القرآن والعترة السيد علي أمين ماميث الكربلائي، نستقبله مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والتين
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قوافل المحبة والتحايا بين يدي خادم القرآن والعترة السيد علي أمين ماميثة لما تفضل به من تلاوة طيبة مباركة في رحاب هذا الحفل المبارك. سادة الأفاضل، هذه راية سيدي ومولاي الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في باب قبلة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ليت شعري كيف حال قبر مولانا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه الراية بما تحمل من رمزية عالية إلى كل ما نطمح له من بناء قبور بقيع أئمة الغرقد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الراية سيتفضل كوكبة من الحضور الكرام، خدام سيد الشهداء، خدام العتبة العباسية المقدسة، خدام العتبة الحسينية المقدسة، الضيوف الكرام، المراتب، السادة، تفضلوا جميعا لرفع راية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تفضلوا غا، تبارك الله بكم. بهاي المناسبة وين ما تسمع صوتي بصوت واحد رحم الله والديك، لبيك يا حسين، أعلى أعلى، لبيك يا حسين. السلام عليك سيدي يا أبا محمد الحسن المجتبى، سيدي يا كريم أهل البيت، هذه شيعتك ومحبيك في باب قبلة أخيك سيد الشهداء، رفعوا هذه الراية ليرفعوا عن مظلوميتك وعن محنتك الكبيرة في حياتك ومماتك. السلام عليك يا معز المؤمنين، السلام عليك يا أبا محمد المجتبى، السلام عليك يوم ولدت، والسلام عليك يوم استشهدت، ويوم تبعث حيا شافعا مشفعا في رحاب شيعتك ومحبيك. نعم يا أبا محمد، هذه الوجوه الطيبة وهذه الأكف الرائعة وقفت تتأمل بين يدي هذه الراية التي ترمز رمزية عالية إلى ذلك القبر المهدوم وإلى ذلك الكبد المسموم. السلام عليك في غربتك وأنت بين طيات الثرى، السلام عليك سيدي وأنت كريم أهل البيت، السلام عليك وعلى محبيك حيثما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. نعم يا مولاي يا أبا محمد، هؤلاء الشيعة الصفوة
وقفوا بين يدي هذه الراية يتأملون المأساة العظيمة في يوم ولادتك يا كريم أهل البيت. أفلح من صلى على محمد وآل محمد، على محبة الحسن المجتبى الثانية بأعلى أصواتكم. كرامة لمولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على الحسن المظلوم الشهيد، اللهم صل على مولانا الحسن المجتبى كريم أهل البيت. نعم سيدي يا أبا محمد، هذه الأكف المباركة لخدمة مولاي قمر بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه بين يديك. أفلح من صلى على محمد وآل محمد، على محبة مولاتنا الزهراء الثانية غفر الله لكم. تهنئة نزفها إلى مولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى أعلى أعلى أصواتكم. سيدي يا أبا محمد، أيها الحسن المجتبى، يا كريم أهل البيت، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. مجددا وباسم أهالي كربلاء وبالتعاون مع الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، نرحب بكم جميعاً في هذا الحفل المبارك المنعقد إذاناً وابتهاجاً بولادة مولانا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. كلمة الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، يتفضل لإلقائها خادم أهل البيت الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى ضياء الدين الكربلائي، فليتفضل مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام على رسول الله، خليل الله، نبي الله، صفي الله، حبيب الله، أبي القاسم محمد. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والذات الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر. اللهم صل على الحسين، اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين. السلام عليك أيها الإمام الزكي الهادي المهدي، اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. السلام على الصبط الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على قمر العشيرة سيد الماء والإباء أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه،
السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أقف الآن بين أهلي أهل كربلاء المقدسة وأفخر بأنها البقعة الطاهرة التي تشرفت من دون بقاع العالم، بأنها ضمت بين طياتها سيد الشهداء سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إنها حفاوة من الله تعالى بهذه المدينة وأهلها، وتكريماً لهم إذ أصبحت مهوى أفئدة العاشقين ومحط أنظار المسلمين، كما أصبحت شعاراً للثورة ضد التعسف والظلم. لم نكتفي بأنها مدينة، وإنها حرم آمن مبارك، فهي منهاجنا الإسلامي القويم، بل منهاجنا الإنساني، وهي مدرسة تخرجت منها أجيال منها من سكنها، ومنهم من سكن المعمورة ونهل من مائها وتعلم من نهجها. سعداء هذا اليوم أن نقف بين أيديكم يا أهل كربلاء، وأنتم تحيون أمر الله وتحتفلون بصبط رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلما يجمعكم مع إمامكم الحسين عليه السلام، إنكم عبر التاريخ كنتم أمناء على نهجه وخدماً لعقيدته وسدنةً لروضته المطهرة. فأنتم يجمعكم مع الإمام الحسن عليه السلام كريم أهل البيت عليه وعليهم السلام، إنكم أهل البذل والعطاء وأهل الكرم والسخاء، أنتم أوصياء على نهجه القويم وأولياء لتأريخه، تحيون أمره وتشيعون ما تعلمتموه منه من قيم وأخلاق. فهنيئاً لكربلاء وأهلها هذه السيرة العطرة من الولاء والانتماء والخدمة. أدعو الله جل وعلا أن يتقبل منكم عملكم هذا، وأن يثيبكم عنه خير جزاء المحسنين، وأن يديم عليكم وعلينا نعمه ما ظهر منها وما بطن، وأولها نعمة الإسلام، ونعمة إن الله خصنا بنبيه نبي الرحمة أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم خصنا بنعمة سيد النجف سليل الدوحة المحمدية العلوية إمامنا ومرجعنا سماحة السيد علي الحسيني السيستاني أدام الله ظله الوارف، الذي لولاه ولولا فتواه المباركة لما عشنا نعيم هذه اللحظات الإيمانية، ولما دامت علينا نعمة الخدمة هذه. فشكراً لله على جميل نعمه كلها، وشكراً لكم أهل الكربلائيين ومن سار على شاكلتهم وأحيا شعائر الله. وختاماً أشكركم جميعاً وأنقل لكم سلاماً صادقاً من لدن ممثلي المرجعية العليا في النجف الأشرف، سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة،
وسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، ودعاءً خالصاً بدوام هذه الخدمة وحسن ثوابها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الامتنان لخادمي قمر العشيرة الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى ضياء الدين لما تفضل به من كلمة طيبة في رحاب هذا الحفل المبارك. أقول العاش بكربلاء يتباهى بين الناس، العاش بكربلاء يتباهى بين الناس، لأن ترابها بالذهب ما ينقاس. هذا اللقب تكبر بيه حتى القاع، الراب بكربلاء يشم المجد أنفاس، والسادة الخدم هم خدم هم سادات، والسادة الخدم هم خدم هم سادات، عمايمهم بيارغ عالية على الراس. أو سيد مصطفى تربية قاع حسين ابن أطرافنا وهيئاتنا ونوماس، ما أذكر أبد اسم الأمين العام، أكبر رتبة عد خادم العباس بأعلى أصواتكم. لأهالي كربلاء كلمة في رحاب هذا الحفل المبارك، يتفضل لإلقائها خادم أهل البيت ابن كربلاء البار عباس فاضل القنبر، فليتفضل مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آية المعبود وعلة الوجود سيدنا أبي القاسم محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سماحة الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى ضياء الدين، جناب نائب محافظ كربلاء السيد علي الميالي، الحاضرين الأكارم مع حفظ مقاماتي والصفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الأيام القدسية من شهر رمضان الكريم، شهر الله محطة الكرم الرباني والقرب الإلهي. الحضور الكرام، إنها ليلة مباركة وساعة كريمة بمولد كريم من أهل البيت وبمكان مقدس تلك التي نحن فيها الآن، حيث الليلة ليلة النصف من شهر رمضان، والساعة هي ساعة مولد سيدنا ومولانا الإمام الحسن عليه السلام، والمكان هو قرب الطهر الطاهر المطهر مرقد سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. والحضور هو أنتم أهلنا وأبناء كربلاء والزائرين الكرام، محبي الحسن من شيعته ومواليه والمحتشدين للاحتفاء به. ها هنا إن مكانة الإمام الحسن عليه السلام ومقامه الرباني وشأنيته الإلهية تعرضت إلى ظلم عظيم وتقصير كبير، وإن هذا الإمام الهمام ظلم على ثلاث مستويات. فالمستوى الأول هو ما ناله وطاله على يد عدوه معاوية اللعين ومن سار معه في هذا النهج الظالم حتى شهادته المفجعة مسموماً شهيداً وصولاً إلى مأساة قبره المضيع بلا شاخص وضريح. والمستوى الثاني هو التهوين والتشكيك الذي تعرض له
سيد الحسن عليه السلام من بعض أصحابه وأتباعه والذين تمردوا على موقف الإمام من الصلح الذي جرى وتفاصيله وخلفياته وحيثياته حفظتها لنا كتب التاريخ رغم مسمومية كثير من الأقلام التي نقلت لنا تلك الواقعة الأليمة وكيف أنهم افتروا إفكاً وظلماً على موقف الإمام الحسن بل على ذات الإمام الحسن في إلصاق افتراءاتهم وأكاذيبهم بحق هذا الإمام الهمام المهضوم المظلوم. لذا علينا العودة وقراءة الكتب المحترمة الرصينة من المصادر التاريخية المنصفة لنقرأها ونطلع عليها لنفهم ما جرى على مولانا الإمام الحسن من حقيقة. وأرى من المصادر المناسبة التي لا بد من الرجوع إليها هو قراءة كتاب صلح الحسن للعلامة الشيخ راضي آل ياسين. وأما مستوى المظلومية الثالثة هو التقصير في هذا الزمان بالاحتفاء بالإمام الحسن وإكرام مقامه واستذكاره في مولده وشهادته وما بينهما من سيرة مسكوت عنها. إن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وروايات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أوصت وأكدت ووجهت على أهمية إظهار الحزن على مصائب أئمتنا الأطهار وعظم الدمعة التي تنهمر حزناً على أحزانهم وفي مقدمتها مصاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. وكذلك بذات المستوى لا بد لنا من إظهار الفرح والبهجة والسرور بمواليدهم الكريمة ومناسباتهم السعيدة. فهذا كله يندرج تحت بند قول مولانا الإمام الرضا عليه السلام حين قال أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. إن الفرح بمناسبات أئمتنا السعيدة لأمر مهم جدا ولا بد أن لا يناله التقصير والقصور. ومن جانبنا نحن أتباع علي وشيعته فجاء هذا المهرجان الكربلائي الذي نحييه هذا العام بنسخته الثانية كمحاولة متواضعة نسجلها في سجل الولاء والانتماء لهذا الإمام الهمام المظلوم والذي تواترت أحاديث الخاتم محمد نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التعريف بمقامه ومكانته مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام. وذلك الحديث المعروف والمتداول والمتفق عليه الذي نص على أن الحسن والحسين إمامان إن قام أو قعد. الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. أيها الأحبة إننا إذ نحتفي بمولد حفيد النبي وابن فاطمة وعلي عليهما السلام فإننا إذ نؤسس كربلائيا لطقس الاحتفاء بهذا الإمام وبهذه المبادرة الكربلائية الشعبية المباركة التي تداعى لها أبناء كربلاء من عشاق الحسن عليه السلام التي ما كان لها أن تتحقق وتكون وتستمر لولا تلك الأيادي البيضاء والدعم الحاضر والتأييد المستمر من لدن العتبتين الحسينية من لدن العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية وفي مقدمتهما ممثلي مرجعية الدينية العليا سماحة المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام توفيقاته وسماحة السيد أحمد الصافي دام توفيقاته والأمناء العامين ونوابهم وقسم الشعائر في العتبتين وكل الأقسام الداعمة والراعية والساندة لحفلنا الحسني الكربلائي الموقر هذا. والشكر كذلك موصول لأصغر عامل وفاعل وداعم في العتبتين جزاهم الله كل خير وشفعهم بشفاعة مولانا الحسن يوم الورود. اللهم إنا نسألك أن تثبت لنا قدم صدق عند مولانا وشفيعنا الإمام الحسن وأن لا تحرمنا بركاته
ونفحاته وكراماته في الدنيا وقربه وشفاعته وصحبته في الآخرة، إنك سميع مجيب، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ عباس فاضل القنبر على كلمته الكافية الوافية في رحاب هذا الحفل المبارك، هدية إلى روح وضريح مولانا الحسن المجتبى كريم أهل البيت. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بميلادك أعتب سيد على التاريخ، بميلادك أعتب سيد على التاريخ، ودر العتب وياه ينعد ذله. بميلادك أعتب سيد على التاريخ، ودر العتب وياه ينعد ذله. التاريخ كاتبت الليالي الحمراء، أوعدهم خليفة الحلقة ما يندله. المنا عاتب ياهو بيهم سندان، ياهو الشريف وأصلا ما بيخله. الوادم بذاك الوقت ما أدري منين، الما عرفتك مولاي من يامل الساوت بين الحسن وي بعض الناس، ما فرقت بين الورد والسلة، الخنياب والماي العذب، قل شلون يصيرون بالمقياس ويا الدهلة. الخنياب والماي العذب قل شلون يصيرون بالمقياس ويا الدهلة. الما دخن جتافه بحرب لو ديوان، يستنكفن من الرمح والدلة. الما شافتك بين المصاحف قرآن، ما صلت وتيهت وين القبلة. سيدي يا أبا محمد، الما شافتك بين المصاحف قرآن، ما صلت وتيهت وين القبلة. يعرفوك ويحزدوك شي ما ساووك، والعين على الحاجب أبد ما تعلى. متواردات جفوفك وطبع الغيم، متواردات جفوفك وطبع الغيم، للما وصل لك سيدي توصل. فرعت فرعت يم المجتبى فروع الدين، وغطاها ثوبه وقال يمي او سهلة عن يا سياسة نسولف، او يا تدبار يا علة الايجاد بيهم علة. هذا انت نورك يا الحسن نور الله، العاداك وينه ويا المزابل ولا. صلوا على طار الحسن، صلوا على طار الحسن، حين السمعون رب العرش سلم عليه وصلى بأعلى أصواتكم. المشاركة الأخرى لفرقة الإنشاد في مدرسة التراث الكربلائي الحسيني، هذه الكوكبة من خدام سيد الشهداء من الرواديد الناشئة في مدرسة التراث الكربلائي الحسيني، لهم مشاركة في هذه الليلة وفي هذا الاحتفال. استقبلوهم جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. سيد الفردوس يقبل، يملأ الدنيا كمالا، همت الزهراء فيه، همت الزهراء فيه، وجهه نور تلالا، حيدر صلى وأغدق، شكر المولى تعالى، فلقة الجنة أشراق،
حسن كان المنالا شبل علي روح علي مثل علي بالكرم يصفون شبل علي روح علي مثل علي بالكرم يصفون وزها نورا خط الفرحة عيدا رزق الله لآل البيت وليدا وزها نورا خط الفرحة عيدا رزق الله لآل البيت وليدا جاء شبل علي جاء شبل علي وبدا نور الإمام فانجلت كل المحن خير خلق الله طه قال سموه الحسن ولد إباء زاد العز إباء من أهل الكرماء ولد إباء زاد العز إباء جاء كريم من أهل الكرماء صبط نبي ابن وصي صار ولي للدين مضمون قصصه الباري للدين ما حسن كالبدر مذبالة ماما خصصه الباري للدين ماما حسن كالبدر مذبالة ماما بدر مثل علي بدر مثل علي الفتى سر أبيه مثله نفس الصفات هك إن شئت دليلك عنه تحكي الغزوات خص فينا عن الحسن مثال سيف قلبها يمنى وشمال خص فينا عن الحسن مثال سيف قلبها يمنى وشمال بدر الدجى والمرتجى كالمرتضى في الحرب تجدونه حمل الفقار بكفيه فتيا كيف يكون الولد أباه علي حمل الفقار بكفيه فتيا كيف يكون الولد أباه علي طود مثل علي طود مثل علي عادة للناس تعطي تبتغي صيتا وجا أكف اسمع عن كريم يبتغي ود الإله حاء سين نون تلك حروف خير زكي بالكرم معروف حاء سين نون تلك حروف خير زكي بالكرم معروف علمها المعبود دوحة كرم والأفلاك شهود دوحة علم علمها المعبود دوحة كرم والأفلاك شهود باب
صلوا على محمد وآل محمد. كلمات الشاعر علي إبراهيم وألحان الملا سمير الوائلي الكربلائي. كل الامتنان للأحبة في مدرسة التراث الكربلائي الحسيني. شكراً لمشرفي هذه المدرسة الحاج عبد الأمير الحاج مهدي الأموي الكربلائي الذي كلفني وبشكل مباشر أن أتشكر باسم هذه المدرسة من جناب خادم الإمام الحسين الحاج ديث كشوان اللي تبرع بهذا السيت مهدي شاديش. شكراً لكم جميعاً سادة الأفاضل على حسن الإصغاء لهذه المدرسة. المنصة الآن بين يدي خادم أهل البيت الشاعر الأديب علي الصفار الكربلائي، نستقبله مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم هذا الشهر الكريم وهذه الليلة المباركة، ونحن في ذكرى ولادة سبط رسول الله وريحانته الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وفي رحاب الإمام الحسين عليه السلام. وأبدأ مؤرخاً ولادة الإمام الحسن عليه السلام في الثالث في السنة الثالثة للهجرة، فأقول: ولد اليوم المفدى ذو الإبا سيد السادات نبراس العرب، ولد اليوم المعلى رتبا سبط طه من به ازدان النسب، ولد اليوم حسام ما نبا ابن داح الباب كشاف الكرب، ولد اليوم ابن بنت النجبا من لها البارئ أصفى وأحب، ولد اليوم المجلى بالعبا من به ازدان اللجين والذهب، ولد الحسن وللكون سبا، ولد الحلم المزجى بالأدب، ولد السلم على رغم الضبا، ولد العفو على باب القرب، ولد الغيث الذي فيه الربا أزهرت طيبا ومنها الروح هب، ولد اليوم منار ما خبا، ولذا الشكر علينا قد وجب، ولد اليوم الإمام المجتبى وهو للجود إذا أرخت أب، ولد اليوم الإمام المجتبى وهو للجود إذا أرخت أب. الجنة تعرف سيدها حسنها، حسنها حسنها، الجنة تعرف سيدها حسنها، ومن أنوار أبو محمد حسنها لأخلاق النبي ورثها وحسنها، وصار بزود سيد عالبرية. وأثني لأختم بالراية، وإن شاء الله يوم اللي تقر به الأعين بأن نوفق ونتشرف برفع راية الإمام الحسن عليه السلام في البقيع في مدينة جده رسول الله، لرفع هذه الظلامة عن قبره وعن مرقده. عند الحسين رفعنا راية الحسن،
قصيدة أؤرخ بها هذا اليوم وهذه الفعالية، فأقول: عند الحسين أبي الأحرار في الزمن للمجتبى راية تعلو على القنن. عند الحسين أبي الأحرار في الزمن للمجتبى راية تعلو على القنن. وراية المجتبى من قبل أركزها في الطف رغم بني الأحقاد والإحن. أولاده خمسة في ظل عمهم في كربلاء شهدوا حقا بلا وهن. راية الحسن في كربلاء مو الآن، من الطف وقبل الطف هو رسم واقعة كربلاء. وراية المجتبى من قبل أركزها في الطف رغم بني الأحقاد والإحن. أولاده خمسة في ظل عمهم في كربلاء شهدوا حقا بلا وهن. ثلاثة منهم شدوا وقد قتلوا وأزبروا في سجل الفخر والمنن. للمجتبى راية من قبل صال بها وهد أركان عرش شيد بالفتن. فراية المجتبى في صلحه نشرت، في صلحه نشرت وقد طوت كل باغ غادر ودني. فراية المجتبى في صلحه نشرت وقد طوت كل باغ غادر ودني. ورسمت كربلاء في كل بند هدى قد خطه كف حام الدين والسنن. فلم تغب راية الصبط الكريم هنا عن أفق سوح، عن أفق سوح طفوف نازف شجني. فهي السناء الذي شق الدجى وبه أضيء أفق بلاد الشام واليمن. ألا هي النور، ألا هي النور ممزوج بفيض دم من النحور التي غارت على المحن. واليوم، اليوم بحضوركم يا خدام الحسين يا أهالي كربلاء، واليوم قد نسجت عند الحسين بلا عند المسجى بلا غسل ولا كفن. الله الله، الحسين بلا كفن بدل أن ينسج لجسده الشريف كفنا نسج لأخيه المجتبى راية. واليوم قد نسجت عند الحسين بلا عند المسجى بلا غسل ولا كفن. خطت وأحبارها دمع يفيض ندا من عين زينب لا من وابل المزن. وجاء يرفعها العباس في حرم الصبط الشهيد ولم ينكل ولم يهني. وقد تشرف خدام الحسين بها، وقد تشرف خدام الحسين بها إذ يحتفون بذكر عاطر حسني. في ظل ليلة سعد حيث صاحبها ذكرى ولادته درع من الحزن. ويطمحون إلى يوم بيثربها تكون قد رفرفت رغما على الوثن. فوق البقيع نراها والقباب لها عماد سارية في ظل مؤتمن. هذه الأماني من طف العلا صدحت ولحنها طار فوق الدوح والفنن. فراية المجتبى في كربلاء نشرت، فراية المجتبى في كربلاء نشرت وكربلاء مهدها من غابر الزمن. لذا استطالت هنا في أفق باب هدى باب لقبلة صرح شيد في القنن.
في شهر جود وغفران ومكرمة في ليلة المولد المقرون بالسنن، في ليلة النصف شهر الله أرخها عند الحسين رفعنا راية الحسن، في ليلة النصف شهر الله أرخها عند الحسين رفعنا راية الحسن. وعبارة عند الحسين رفعنا راية الحسن هو تاريخ هذه السنة وهذه المناسبة 1444 للهجرة، وكتب هذا التاريخ في جوار حامل لواء الإمام الحسين أبي الفضل العباس عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن كافة الخدم من مواكب أهالي كربلاء، من خدمة الإمام الحسين عامة، من خدمة المرقدين الشريفين، من زوار الإمام الحسين، أن يتقبل منا هذا القليل وأن يجعلنا في رحابي وكرمي وجودي كريم أهل البيت عليه السلام وباقي العترة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. شكراً لخادم أهل البيت الشاعر الأديب علي الصفار الكربلائي لهذه المشاركة الرائعة في رحاب هذا الحفل المبارك البهيج للعباس عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا أرد أهوس تهوسون وياي لو ما تهوسون لأبو فاضل وباسم الحسن، إيه أبشر حلوة هاي، عافية سيدنا. ها أخوتي ها بويا قلتوا أبشر، ها أخوتي ها أبو فاضل رايد ليلة الميلاد هوس يا القمر هوسة، رايد ليلة الميلاد أهوس يا القمر هوسة، واذكر حيدر الكرار شفك دنق يبوسة، من جفوفك يا بحر الجود خير الدنيا متروسة. ها أخوتي ها السادة، ها عمي ها يلشفك رباط الهوسة يلشفك. زين زين والله عجبتوني، حتى هي الأمور للرادود اللي وراي، هاي الرسالة دائما أبعثها من هذا المقام وبهذه الاحتفالات إلى مقام المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. أقول على محبة الزهراء صلوا على محمد وآل محمد. حجاية عهد من خدام الحسين، حجاية عهد من خدام الحسين إلى حضرة جناب المرجعية، فوتوا بزودكم ظلوا على الزماط واعتبروها محسومة القضية، حجايتكم مثل راية العباس توقع روسنا وهي سوية. ها أخوتها والراية بشف السستان والراية. طيب الله أنفاسكم وبارك الله بكم، الله يتقبل أعمالنا وأعمالكم جميعا. السيد مؤمل العرداوي الكربلائي يستقبلوه مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحضور الكريم، سادتنا الأعزاء، أسعدتم مساء جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الولادة المباركة، ألا وهي ولادة مولانا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. نسأل الله بحقه أن يعجل لوليه الفرج ويجعلنا من أنصار مولانا صاحب الزمان ببركة وجوه خدام الحسين وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لما تفرع لؤلؤ الرحمن
من آية البحرين يلتقيان، صلت على الهادي ملائكة السماء واستبشر القرآن بالقرآن. فاليوم أحمد ضم هيبة أحمد وعلي، أشرق في علي ثاني، والبضعة الزهراء تزهر مرة أخرى بمولد أول الأقصان. حسن حسن ويا حسن ويا لله من حسن به فينا تجلى خالق الإحسان، فينا تجلى خالق الإحسان. صلوات مولاي يا كريم أهل البيت، عذرا سيد مقصرين احنا وياك نكتب لك شعر والشعر نار تفور، أول خيمة انت احترقت بنيران حقدهم والغدر يا صاحب الدستور. أرجو الاستماع جزاكم الله خير. أول خيمة انت تصوبت بسهام، نعشك كان خيمة والسهام الثور. مولاي أنا بصحن العقيلة زينب ترجاك، أنا بصحن العقيلة زينب ترجاك، ما نو فيك وانت تسامح المعذور. يا نور بثق من صلب نور الله، ويا شعر اللي وصف بالأبيات النور، ما ناسيك وانت الذخر للشدات، سامحنا عليك بحمزة والمنظور، نذكرك كل محرم وانت تدري بهاي، بعرس ابنك القاسم من يهل عاشور. وفقنا لخدمتك يا كريم البيت، احنا الخدم وانت للخدم دستور. صلوات التواشيح لخادم الامام الحسن الموفق زهير عصفور الكربلائي جزاكم الله خير. هسه ايدك ان شاء الله المولاي الحسن، كل من عنده حاجه ان شاء الله يقضيها مولاي الحسن. بميلادك عم الفرح، بميلادك عم الفرح، اسمع منك بميلادك يا علي يا علي. بميلادك عم الفرح للحسن عندك اعلى، الله بميلادك عم الفرح، لوح بيدك وقول بميلادك عم الفرح يا مولاي. بميلادك مولاي فرحانة بهالليلة، أملاك السماء وتبارك للهادي والحامل حمى والحامل والباري تكريم الظنوة فاطمة، خمدها وبردها نار الحاطمة نار الحاطمة. المولود الكريم طفاها الرحيم طفاها الرحيم، المولود الكريم. بميلادك عم الفرح، بميلادك احكي احكي بميلادك عم الفرح.
مولاي الغالي والودادك يملان الشجن وشموع الميلادك بالفرحة ضوان بالفرحة اي ما تطفي انوارك تضوي بكل زمان والينا مكفينا خيرك يا الحسن قول خيرك يا الحسن خيرك اي يا بدل تمام يا ثاني امام يا ثاني امام يا بدر التمام بميلادك عم الفرح عندك على اصحاب الحواج للحسن بميلادك عم الفرح لخادم الحسن علي الجناب الكربلائي مولاي يا حاتم يوصل لك ما يوصل اكيد ويجودك لا نار لا خيل التفيد معزبينك زارعهم في كل شمرة ايد وما تساوي بديوانك سيد او عبيد سيد او عبيد يلجودك عجيب للداني وغريب للداني وغريب يا الجودك عجيب مولاي بميلادك عم الفرح بميلادك يسمعك الحسين بميلادك مولاي والينا وحادينا يا نام الولي من زودك من جودك أصبح منهلي بديوانك ميدانك أنت الأولي يا مضيفك يا مسيفك جل حيدر علي جل حيدر مولاي يا هيبة نبي يا روح الوصي يا روح الوصي يا هيبة نبي بميلادك عم الفرح بميلادك الله عم الفرح قولها بميلادك اي ما تبقى بهالحالة والله زيارتك نبنيها نعليها باكر قبتك باكر اي ما تبقى بهالحالة والله زيارتك نبنيها نعليها باكر قبتك مولاي ومشايا ووفايا تقصد شيعتك من الطف صف بصف توصل حضرتك توصل يلا بأول قافلة موكب كربلة موكب كربلة بأول قافلة بميلادك عم الفرح ايه عم الفرح بميلادك بميلادك عم الفرح يقول الكرم هلي انا واقف بالسما ينادي ان ولد ينبوع منا اخذ مرادي او نزل جبريل هن المصطفى الهادي ها عمي ها المولاي الحسن ايدك وصوتك ها ويطش تكليت بجن حاله ويطش تكليت الهوس عليك فدوة يقول هلا وكل الهلا حد ما يمد الشوف على مهد الملائك كل مسية طوف اجا حيدر وقبل للكريم جفوف اجا حيدر وقبل للكريم جفوف ها عمي ها سادتنا خدام الحسين ها وتهلهل حور بميلاده وتهلهل وتهلهل حور بميلاده وتهلهل حور بميلاده والعودة الميمونة للأستاذي حيدر المعلم الكربلائي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لخادم أهل البيت الرادود الحسيني الموفق. السيد مؤمل العرداوي الكربلائي لهذه المشاركة. الأخوة الأخوات راح يوزعون أوراق بها أرقام، هاي الأوراق
البيها أرقام هديتها راية الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، راية مولانا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الحفل ما النبي بعد فقرتين، شاعر ورادود. قبل لا ننتقل للشاعر والرادود أريد أدعي، وعقيدتنا أن هاي المحافل لا تقل شأنا عن المجالس، وهي من مضان استجابة الدعاء. أقول إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد شيعة أمير المؤمنين، اللهم اجعل كربلاء آمنة مطمئنة يا رب العالمين، اللهم احفظ العلماء الأعلام سيما سماحة السيد المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، شافي وعافي مرضانا، أرزق من ليس له الذرية الذرية الصالحة. الشاعر الأديب الأستاذ فراس الأسدي الكربلائي، نستقبله مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، ذلك هو الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين، صلوا عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الحضور الكريم جميعا مع حفظ المقامات والألقاب، طاب مساءكم بالخير والعافية والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم، أوقاتنا وأوقاتكم بهذه الأيام المباركة الميمونة، ألا وهي ولادة سيدنا مولانا كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى، روحي وأرواح العالمين له الفداء. لكم وللعالم الإسلامي أجمع أسمى وأحلى وأطيب وأنبل وأهنأ وأجمل التهاني والتبريكات، نسأل الله تعالى دائما وأبدا أن نكون مع أهل البيت عليهم السلام، وهذا الحضور البهيء المبارك وهذه الأيام الطيبة المباركة، ونحن بجوار سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، جزاكم الله خير الجزاء جميعا. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بعد عندكم صوت أقوى وأعلى من هذا، وإن شاء الله تأخذ حاجتك هذه الليلة من كريم أهل البيت. هب الرحيق لأحمد متناثرا شوقا لمقدمه، وكان نسيما متلألئا في أرض مكة نوره، إذ كان فيها رحمة ونعيما، قد خصه رب الأنام بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد عدكم على رحم الله والديكم، سئل رسول الله يا رسول الله من هو البخيل؟ قال البخيل الذي يذكر عنده اسمي ولم يصلي علي. جزاكم الله خير الجزاء. ردت عن الحسن ياخذني الخيال، أنا مشاركتي 3 دقائق و40 ثانية، إذا صارت 41 قلوا لي بس انتباهك. ردت عن الحسن ياخذني الخيال، إن تفضت بروحي القوافي وعرفته، أو قال تروع خبر عن شخص الكريم، أو هالخبر ببحور قلبي خطته، تدري ليش انولد بالشهر الفضيل؟ كان صايم أمه لما جابته، أو هي مو عجبة، هي مو عجبة كريم بنص كريم ينولد والجنة قامت ولدته، أو قبل ما صاحت وطلقت أمه بيه الليال البيض قامت حضنته، وقبل ما صاحت وطلقت أمه بيه الليال البيض قامت حضنته. ولا تقل لي مو سياسي الحسن، كان جزء راح أشرح لك من سياسته، ولو أدري ما يطاوعني الكلام
والقلم يعجز يوصف حكمته، لكن لما نعقد هدنة ويا اللعين مهد الثورة حسين بهدنته. ولا تقل لي مو سياسي الحسن كان، جزء راح اشرح لك من سياسته، ولو ادري ما يطاوعني الكلام، والقلم يعجز يوصف حكمته، لكن لما نعقد هدنة ويا اللعين مهد الثورة حسين بهدنته. ولا تقل لي الحسن ساكت مستحيل، قبل لا تفهم ايش قصده وغايته، ساكت وتتصالح وياه الجيوش، لعد مني ثور شنو ثورته. لا تقل لي الحسن ساكت مستحيل، قبل لا تفهم ايش قصده وغايته. وصح سكت فترة الحسن بس مو ضعيف، دوخ العالم بهذه سكتته، ساكت وتتصالح وياه الجيوش، لعد مني ثور شنو ثورته. ومضيف الله نزل بيدين جبريل بمعاني الكرم واهل الكرم حافل، تقصد اهل الحوائج والمهمات ويوزع لهم ثوابات ومراجل. ابو الحسنين واقف يقرا الاذان، ومحمد واقف ويقرا النوافل، وجبرائيل جوي يطش الاوراد، وميكائيل جاي يوزع هلاهل، وباب الحسين يصيح الحسين هلا بزوار اخوي الحسن واصل، اطلب ما تشاء الكرم موجود، نور الحسن وسط البيت نازل. مضيف الله نزل، مضيف الله نزل بيدين جبريل بمعاني الكرم واهل الكرم حافل، وتقصد اهل الحوائج والمهمات ويوزع لهم كرامات ومراجل. ابو الحسنين واقف يقرا الاذان، ومحمد واقف ويقرا النوافل، وجبرائيل جا ويطش الاوراد، وميكائيل جا يوزع هلاهل، وباب الحسين يصيح الحسين هلا بزوار اخوي الحسن واصل، اطلب ما تشاء الكرم موجود، نور الحسن وسط البيت نازل. كريم العتر ابو محمد المهيوب، وعلى هذا اللقب من الله حاصل، بمنزلته منو بالكرم موصوف، اصفه ويا الحسن لور التفاضل. بمنزلته منو بالكرم موصوف، اصفه ويا الحسن لور التفاضل. الحسن زارع بقلب الناس ايات، وعلى وجه الشمس قرآن شاتل، هلا بريحة محمد وابو الحسنين، هلا من أذكر تفوح المحافل. اللي لبسك هلا بريحة محمد وابو الحسنين، هلا من أذكر تفوح المحافل. يا كريم أهل البيت اللي ذكرك كون يلبس ثوب الإحرام، اللي ذكرك كون يلبس ثوب الإحرام ويتوضى كرم يا ابن الأفاضل، اللي يخلف جاسم العريس مولاي، نورك لعد وين وين واصل. بميلادك اللي يخلف جاسم العريس مولاي، نورك لعد وين وين واصل. بميلادك نطش أرواح وقلوب ونوزع مضايف للمقابل، إش قد أتمنى شوفن قبتك فوق ومناراتك تلوح ويا السنابل، إش قد أتمنى شوف بصحنك الناس ونجيك ونعتني يمك قوافل، إش قد أتمنى أسس موكب هناك وسمي موكب الحشد المقاتل، ونطلع لك عزب جمهور الحسين، ونشرب غيرة من ماي أبو فاضل، ونشرب ماي من غيرة الكافل، نشرب ماي من غيرة الكافل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. خدمتكم سيدنا. إش قد أتمنى أشوف بصحنك الناس ونجيك ونعتني يمك قوافل، إش قد أتمنى أسس موكب هناك وسمي موكب الحشد المقاتل، ونطلع لك عزب جمهور الحسين، ونشرب غيرة من ماي أبو فاضل،
ونشرب غيره من ماي أبو فاضل. صلوا على محمد وآلي محمد. شكرا لخادم أهل البيت الشاعر فراس الأسدي الكربلائي على هذه المشاركة الطيبة. أعيد هذا الإعلان، الأخوة اللجنة التنظيمية وزعوا أرقامها، الأرقام بإذن الله سبحانه وتعالى الفائز بالقرعة راية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، نصير الكربلائي، نستقبله مرحبا به بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أبعث أحر التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية والعالم الإسلامي وإلى كل شيعة أمير المؤمنين وإلى مقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان في هذه المناسبة الميمونة العطرة، ألا وهي ولادة كريم أهل البيت في النصف من رمضان في هذا الشهر المبارك مولاي الحسن المجتبى. أسأل الله بعظمة هذه الولادة المحمدية المباركة أن يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وبقبول الأعمال بفضله وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام على الحفل الكريم، الأخوة الحضور، السادة الأفاضل، خدام الحسين ورحمة الله وبركاته. ملك 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 على على أعتابه سجد الزمان، ملك على أعتابه سجد الزمان، وببابه ازدحمت طوابير المنى، ما الخير إلا ما الخير إلا من رواة يمينه، فبها لها فيها كذا من كم مرة شهدت صورتها الأتى، حاشا يطرق بابه ويجيب لن أخضر في شهر الضيافة مهده، أوليس مضياف الزمان به سكن، هو بيت جود في قصيدة أحمد، مذ لاح كل الكون سأله لمن، فأجاب ذا حسن السماء على الثرى، والله والله فوق العرش سماه الحسن. أنا طمعان بصلاة كرامة للزهرة الثانية بأعلى أصواتكم لقضاء الحوائج ولقبول الأعمال الثالثة بأعلى أصواتكم.
غير من هالوقت يا صاح قلبي ترى من هالوقت بيداي ودموع غيمة وتصبي خضرة بيداي 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 كل عمري نيل وشفت حتى الفجر بيداي وبزمن ما حد يجود بمهجتي يا الله وبزمان ما حد يجود بمهجتي جديت جديت حثيت جدمي بدرب وبكل أمل جديت ما جدي من البشر من الحسن أنا ما جد من البشر من الحسن جديت من قبل ما مد إيدي حط حاجة بيداي صلوات غفر الله لكم الثانية بأعلى أصواتكم كرامة للزهراء الثالثة بأعلى أعلى 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 أصواتكم إيدك ارفعها يلزمها صاحب هذه الليلة كريم أهل البيت باب الحوائج هنيالك اللي سجل اسمك مقضي الحوائج إلهي بمولاي الحسن الكريم شافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حاجة كل محتاج عجل لوليك الفرج يا رب يا محل الفرح بعيون الزمن يا محل الفرح بعيون الزمن يا مية هلا بميلاد يا مية هلا بميلاد يا محل الفرح بعيون الزمن يا محل الفرح بعيون الزمن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا بميلاد الله يا محل الفرح بعيون الزمن يا محل الفرح يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا بميلاد الحسن يا محل الفرح بعيون الزمن يا محل الفرح يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا بميلاد جواب جواب يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا غني لي يا طير السعد غني لي بدر الإمام الثاني يضوي بليلي غني لي يا طير السعد غني لي بدر الإمام الثاني يضوي بليلي بحروف اسم الغالية ترتيلي بحروف اسم الغالية ترتيلي 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 يا طير الفرح دلال انشراح يا طير الفرح دلال انشراح للغالي صداح يا مية هلا للغالي صداح يا مية هلا بالدنيا الأمير وبجنة عدن بالدنيا الأمير وبجنة عدن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا الله يا محل الفرح بعيون الزمن يا محل الفرح يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية يا بدر ليلي ويا شمس مصباحي طاير اجيتك سيدي بجناحي يا
يا بدر ليالي ويا شمس مصباحي طاير اجيتك سيدي بجناحي روحي هدية لمولدك افراحي روحي هدية لمولدك بافراحي بعيون السماء فرحة فاطمة بعيون السماء فرحة فاطمة يا نبضة قلوب حماي الحمى يا نبضة قلوب حماي الحمى يا مأوى الغريب يا أجمل وطن يا مأوى الغريب يا أجمل وطن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا بميلاد الله يا محلى الفرح بعيون الزمان يا محلى يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا بميلاد الحسن يا ساكن بعيني ونبض دلالي مية هلا ويا مرحبا بالغالي ما غير حبك يا الحسن يا حلالي ما غير حبك يا الحسن يا حلالي يا عشق الصديق يا أجمل عشيق يا عشق الصديق يا أجمل عشيق خليني بهواك خليني بهواك شمعة وأحترق شمعة وأحترق خليني بهواك شمعة وأحترق شراي الهواك وبأغلى الثمن شراي الهواك وبأغلى الثمن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية جواب جواب يا مية هلا ولك يا مية هلا لخادم الحسين على عبد الحسين الكربلائي يا بيت شعر ويا لحن انشادي ميلاد نورك سيدي ميلادي ميلاد نورك سيدي ميلادي من صغر حبك يا حبيب الهادي من صغر حبك يا حبيب الهادي الهادي يا روح النبي حبك مذهبي يا روح النبي حبك مذهبي يا هيبة علي يا هيبة علي وعظم طالبي وعظم طالبي سر اسمك نعم كشاف المحن سر اسمك نعم كشاف المحن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا الله يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية الله يا مية هلا اي قرآن نازل يا الحسن رباني بالدنيا واحد ما يشبهك ثاني روحي وحياتي وقبلتي ووجداني وجداني يا شيخ الكرام سلطان الأمم بس انت الصديق والباقي وهم والباقي وهم يا أعظم كريم يا بحر السنن يا أعظم كريم يا بحر السنن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا يا مية هلا بميلاد الحسن يا مية هلا يا مية هلا جيت لدنيتك صايم يا بحر الجود يا الله مقضي الحواج هذه الليلة بكريم أهل البيت جيت لدنيتك صايم يا بحر الجود يا جود الوجود ورحمة المعبود يا جود الوجود ورحمة المعبود شفك سفرة الله
بكل وقت ممدود شفك سفرة الله بكل وقت والله ممدود يا باب الجنة ومفتاح يا باب الجنة 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 يا زمزم نبع يبني الصفا ومروة ماكو جواب يا زمزم نبع يا ابن الصفا ومروة بساتين الجنان بكوترك تروى الجنة بدون نورك والله ما الجنة بدون نورك والله ما تسوى يا مضيف الدنيا وما بيها يا مضيف الدنيا يا مضيف الدنيا يا مضيف الدنيا يا مضيف الدنيا يا مضيف الدن الحسن هذا الحسن وانواره وهاج الحسن هذا الحسن وانواره وهاج بجناح الكرم للبار معراج اطلب وانا ضامن تاخذ ان شاء الله اطلب والله اطلب وانا ضامن تاخذ الحاجة وما خاب لي يقصد ان شاء الله دنيا واخرة ما خاب لي يقصد يا مبابا ما خاب لي ما خاب لي يقصد يا خاب لي يقصد ما خاب لي يا مقبر الحسين اشمحل لمتنا اقرأ لك هاي الهوسة لقضاء الحوائج لشفاء المرضى للعند مهموم مغموم من لم تكن لهم ذرية بكريم أهل البيت يا رب اقضي حوائجنا جميعا يا الله يم قبر الحسين اشمح للمتنا وباسم الحسن هاي الليلة جمعتنا رفعنا بمنتصف شعبان رفعنا بمنتصف رمضان رايتنا ونتنطر طلعت مهدينا نتنطر 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 خادم خادم يم قبر الحسين اشمح للمتنا كرار حسين الكربلائي يم قبر الحسين اشمح للمتنا وباسم الحسن هاي اللي انا جمعتنا رفعنا بمنتصف رمضان رفعنا بمنتصف رمضان رايتنا ونتنطر طلعت مهدينا نتنطر طلعت مهدينا ابتلي وسيف صبر كربلائي ابتليت وسيف صبري كربلائي وكل ظالم يعرف كربلائي افخار 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 افخر بلي قل افخر افخر باللي يقل لي كربلاء ويشرفني تراب الغاضر يا صلوات هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لخادم اهل البيت الرادود الحسيني الموفق الملا نصير الكربلائي لهذه المشاركه الطيبه فقره القرعه يتفضلان كل من سماحه السيد مصطفى ضياء الدين والاستاذ الفاضل علي كاظم سلطان الى المنصه بفضل الصلاه على محمد وال محمد الهديه رايه الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه
ونسخة من القرآن الكريم وبعض الهدايا الأخرى. الرقم 9 ما شاء الله، هاي الأخت فازت براية الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فتحوا الراية حتى يصوروها الأخوة المصورين. راية مولانا الحسن المجتبى كريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وبيد خدام أهل البيت الأستاذ علي كاظم سلطان وخادم العباس الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى ضياء الدين الكربلائي. ختاما سادة الأفاضل وباسم أهالي كربلاء المقدسة نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وللأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة. شكرا لقناة كربلاء، شكرا للإعلاميين جميعا، شكرا للأحبة في الصوتيات، شكرا لمن حضر من الإعلاميين الذين وثقوا بعدسات قلوبهم قبل عدساتهم، شكرا لأهالي كربلاء، شكرا للزوار سيد الشهداء. اللهم اجعل آخر كلامنا في الحياة يا حسين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.